السلام عليكم، معكم ميمون محدوب، خريج المعهد المتخصص في مهن السينما، ممثل محترف، ابن مدينة العيون الشرقية. فما يخص الأهداف ديال دار الشباب بهذه المدينة، فحققت أهدافها سابقا، أما حاليا فالواقع ديال دار الشباب أصبح واقع مشتت، ما عرفتش علاش. يقدر يكون مشكل في التواصل ما بين المؤسسات والقطاع، ولا ما بين جمعيات المجتمع المدني. كنتمنى كشاب وكفنان ابن هذه المدينة، وعندي غير على هذه المدينة، كنتمنى أنهم يلقوا حلول يجهزوا هذا الدار الشباب، ويخليوا الشباب فين يكسر هذوك الشحونات اللي عنده، ما يمشيش الواحد الجانب اللي هو ماشي مزيان. فكنتمنى تعود المياه لمجاريها. دار الشباب اعطات في اواخر التسعينات وفي بدايه 2000، اما حاليا فللاسف فكنتمنى من كل قلبي ان الجهات المختصه والمسؤولين يديروا اعاده النظر في دار الشباب. رسالتي للمسؤولين انهم يحاولوا في القريب العاجل انهم يلقاو حلول، يجهزوا دار الشباب، يخليو يعطيوها الناس المختصين، الناس اللي غادي يقدروا يسيروها على اكمل وجه. اما ما بغيتش نتوغل في بزاف ديال المسائل، اما دار الشباب فخصها تعاود تحضن واحد الشباب لانهم في مثابه ابنائها، فتحاول انها تشد الشباب فما تخليهمش يخرجوا للشارع. كشباب ساكنه مدينه عيون الشرق، كنتمنوا من المسؤولين ومن الجهات المسؤوله على انها تجهز لنا دار الشباب في القريب العاجل، باش نكسروا هاد الطاقات اللي عندنا، في هاد الشحن اللي عندنا في الروح ديالنا، باغيين نكسروها سواء على خشبه المسرح او في اي تخصص في دار الشباب. فالى متى غادي نبقاو ما عندناش دار الشباب؟ السلام عليكم، الاسم ديالي سكينه حازم، كنسكن في مدينه العيون الشرقيه، السن ديالي 16 عام. عندي موهبه ديال الرسم اللي بغيت نفجرها صراحه، بغيت نفجرها في مدينه العيون، وبغيت نفجرها بغيت كاع الناس يعني يعرفوا بلي عندي موهبه، حيت ملي كتكون عندك واحد الموهبه داخل في القلب ديالك وكتبقى كتجسدها على هاد الورقه بحال هكا، راه كتبغي انت يشوفوك الناس، وكتبغي انت يعرفوا الموهبه ديالك. ولكن للاسف عندنا في دار الشباب واحد الظاهره اللي احنا صراحه كنفقدوا بزاف ديال الحوايج، وما عندناش فضاء فين غادي نخدموا على راسنا، يعني غير في الدار، والانسان في الدار ما غاديش يقدر يدير حتى شي حاجه. فاحنا كنطلبوا من الجهات المختصه يديروا لنا واحد الفضاء اللي زوين، اللي نقدروا نفجروا فيه المواهب ديالنا. كاين اللي كيغني، كاين اللي كيبغي المسرح، كاين اللي كيبغي الرسم، ولكن ما عندناش فين غادي نخدموا. فغادي نهضر لكم على دار الشباب وداك كل الحوايج اللي ناقصينا فيها. صراحة خاصنا بزاف ديال المسائل، خاص بعدا واحد ملي بكونك غادي تدخل دار الشباب، خاص بعدا تشوف واحد الفضاء اللي هو زوين، لأنك تشجع باش أنك تخدم. حيت ملي كتدخل وكتلقى دابا ملي كندخلو حنا لدار الشباب كنلقاوها يعني ما مخدوماش، ما فيهاش يعني واحد اللي باغي يدير الفن، ما فيهاش آلات موسيقية، ما فيهاش بزاف ديال المسائل. حنا باغي نخدمو الرسم، ما فيهاش باش غادي نرسم أنا يعني لوحات باش أنا غادي نحب الفن ديالي. يعني أنا بغيت والله كنطالبوكم يعني كنطالبكم بانكم تخدموا لنا دار الشباب، وانكم اللي ندخلوا داك الفضاء نلقاو واحد الفضاء زوين، واللي باش حنا نتشجعوا نديروا في راسنا الشجاعه باش غادي حتى حنا نخدموا. وبزاف ديال المسائل على برا الباب، يعني دوك الحيط والو، يعني للاسف والله واحد الحاله لا يرثى لها والله. تشوفوا زعما حاله ماشي مزيانه بزاف كاع، يعني قل من ماشي مزيانه. وكنتمنى هادشي كله، هاد الازمه كلها تمشي وتحيد، وما يبقاش هاد الازمه هادي، وحتى حنا نعيشوا واحد المستقبل زوين، حتى حنا نفجروا المواهب ديالنا،
ونعيشوا على اكمل وجه. راه دار الشباب بحال الدار ديالنا الثانيه، الدار ديالنا الثانيه اللي كنخرجوا فيها المواهب ديالنا. فشكرا لكم بزاف. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد كيساري، مؤطر في منظمة طلائعات في المغرب، فرع العيون سيدي ملوك، كتواجد هنا بالعيون الشرقية. فيما يخص دار الشباب، دار الشباب عطات واحد النكهة هذه في منذ زمن بعيد، يعني في التسعينات كانوا شباب، كانوا أطفال، كانوا شباب، كانوا جمعيات هنا ينشطوا، كان واحد الأنشطة، كانت واحد ضجة في هذه الأنشطة الثقافية. أما كيما في حد الآن كنا نلاحظوا بأن دار الشباب، ما أول حاجة دار الشباب خص يكون عندها قاعات، كل قاعة فيها أنشطة، خص يكون كل قاعة فيها نوادي، المسرح، السينما، الموسيقى. إحنا هنا في دار الشباب، إحنا كمؤطرين، إحنا كنشطوا هنايا كفاعلين جمعويين من المجال ديالنا الطفولة، كنلقاو صعوبات بزاف في القاعات، كندربوا هنايا، ولكن ملي كنديروا شي نشاط أو لا شي ندوة أو لا شي حملة تحسيسية كنتغبنوا، ما كاينش قاعة، ما كاينش دار الشباب مجهزه بجميع الحوايج، منهم الكراسي، اللوازم اللوجستيكيه، بزاف د الحوايج. يعني كنتغبنوا، ما كنلقاوش يعني شي قاعة مجهزه بصفه عامه وكتسمى دار الشباب. حنا كشباب الانتظارات نتاعنا من هاد المسؤولين، حنا هاد دار الشباب واخا غادي يجهزوها ما غاديش تعطي واحد النكهه. كنتمنوا حنا شباب، حنا كفاعلين جمعويين لهاد المسؤولين وهاد الجهات المختصه انهم يحدثوا دار الشباب في اقرب وقت. علاش؟ لان دار الشباب راه كتستقطب اطفال اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه، الاطفال اللي كيكونوا غير مثلا السبت والحد ما عندهم فين يمشيو. حنا السبت والحد حنا كنستقطبوا اطفال، شباب، شابات، جميع الفئات، باش انهم يستافدوا ونديروا حملات تحسيسيه، دورات تكوينيه، باش انهم يعطوا واحد كما نقولوا المواهب، يسقوا المواهب نتاعهم باش ما يتشردوش، لان المجتمع والزنقه حاجه اخرى. اما دار الشباب فكتستقطب كما نقولوا انا بصفه عامه كتحمي هاد المواهب، وكنتمنوا من المسؤولين انهم في اقرب وقت يحدثوا لنا دار الشباب. وشكرا. السلام عليكم، معكم زهر الشريفي، مدينه العيون الشرقيه، مؤطره تربويه مجال الطفوله، منظمه طلائع اطفال المغرب فرع العيون الشرقيه. جينا اليوم نهضروا على دار الشباب. حنا كنساء كنعانيو بزاف من هاد دار الشباب، كنتمنوا اننا من المسؤولين انهم يحاولوا ما امكن يجهزوا لنا دار الشباب، لان هذه ماشي دار الشباب. انا بالنسبه ليا كتسمى كبيت ماشي دار الشباب، لان القاعات صغارين. دار الشباب راه في حاله كارثيه، كنطلبوا من الجهات المعنيه انها تدخل، وكنترجاوها في اقرب وقت دخل باش تحل لنا هذا المشكل ديال دار الشباب، لاننا كنعانيو كشباب مدينه العيون الشرقيه، كنعانيو بزاف من هذا المشكل. محتاجين حنايا دار الشباب بزاف، محتاجين ليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. معكم يونس بودلال، فنان موسيقي بمدينه العيون الشرقيه. اليوم الحديث ديالنا كما تعرفوا، كما سبقوا قال الاخوان، قالوا حول اهميه دار الشباب وحول دار الشباب اللي عندنا بالضبط المحليه في العيون الشرقيه. كما كتعرفوا ان التنشيط التربوي والتنشيط الثقافي في كل المجالات له اهميه كبيره، على اننا ما كنعرفوهاش، يعني ما كنلمسوهاش. الاهميه ديال التنشيط الثقافي والتربوي كتتجلى في ملء الفراغ ديال الشباب والاطفال بمدينه العيون، اللي كتخليهم يتجنبوا انهم يمشيو للشوارع ويقدروا يتعرضوا لواحد الافات اللي هي غادي تكون صعيبه على المستقبل ديالهم، وعلى المستقبل كذلك ديال المجتمع وديال المغربي ككل. لهذا اننا كنطالبوا المسؤولين على اساس انهم يهتموا بهذا الجانب ديال دار الشباب في مدينه العيون الشرقيه، لانني انا اعوذ بالله من قلت انا تربيت في دار الشباب من واحد الوقت، دابا في عمري 27 سنه، الى حد الساعه باقيه هي هذه، مازال ما كان غير بقات كما راها لا باس، بالعكس انها زادت تدهورت الامور. وما عرفتش انا اللي حر للامر، ما عرفتش واش هذيك يعني بصح دار الشباب ولا ماشي دار الشباب، لانه عمرني انا بعدا في المدن اللي كنمشي لهم كنزور ونشوف دور الشباب في مدن اخرى مغربيه، غير هنا في المدن الجوار، ما عمرني شد شي دار الشباب بدون هيكله اداريه. واش دار الشباب ما فيهاش مدير، ما فيهاش يعني شي موظفين رسميين؟ يعني هنا كيطرحوا مجموعه من الاسئله اللي خص يترد لهم البال. وبصفتنا كشباب فاعل وشباب جمعوي
نمارس مجموعة من الهوايات الفكرية بالمدينة، كنطالبوا المسؤولين على أساس إصلاح وتجهيز ديك دار الشباب هذيك، لأنه رحنا حنايا مخارطين وفاعلين في جمعيات، راه ما كنلقاوش فين نخدموا، راه حتى الكرة كيجيو عندنا المخارطين ما كنلقاوش فين نجلسوا، يعني راه كارثة عظمى لا مثيل لها. والسلام عليكم، نتمنى المسؤولين إن شاء الله يردوا البال لهذا الأمر، وتحياتي.